嗯。<Thank you. S 2> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين يقول علي عليه السلام في واحدة من حكمه أو كلماته القصار أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الإبل، وهذا التعبير كناية عن السفر، بمعنى أوصيكم بخمس وصايا لو أنكم سافرتم لأجل تحقيق هذه الوصايا لم يكن ذلك دون جدوى، بل كان ذلك ملائما لها ومناسبا لها، لكانت لذلك أهلاً لا يرجون احد منكم الا ربه هذه الوصيه الاولى ولا يخافن الا ذنبه ولا يستحيين او يستحيين احد منكم اذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم هذه الثالثه ولا يستحيين احد اذا لم يعلم الشيء ان يتعلمه وعليكم بالصبر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه. حديثنا اليوم عن هذه الوصايا الخمس التي يقول علي عليه السلام تأكيدا على أهميتها أنكم لو سافرتم لأجل هذه الوصايا لتحقيقها، لم لكانت لذلك أهلا، بمعنى كان أهل أن تسافروا إلى هذه الأمور، بمعنى أن تبذلوا الجهد الحقيقي لأجل تحقيق هذه الوصايا الأساسية في حياتكم. الوصية الأخيرة عليكم بالصبر تستحق أن نتحدث عنها وحدها. وهناك كلمات كثيرة لعلي عليه السلام في مسألة الصبر. ولذلك سنتحدث عن الوصايا الأربعة الأساسية في آه هذا اللقاء. الوصية الأولى: لا يرجون أحد منكم الا ربه هذا نوع من انواع او تجل من تجليات التوحيد عندما نوحد الله عز وجل الامام عليه السلام يريد ان يقول ان واحدا من تجليات توحيد الله عز وجل عندما نقول لا اله الا الله ان الانسان لا يرجو الا الله سبحانه وتعالى والرجاء لله الامل بما عند الله، بمعنى ان يتعلق الانسان قلبه بالله عز وجل فقط. ان يسعى الانسان لتحقيق غاياته من خلال الله سبحانه وتعالى فقط. وان يتعلق بكل اماله وطموحاته وكل ما يريد في حياته ان يتعلق فقط بالله عز وجل. هذا الامر له مفهوم خاطئ وله مفهوم صحيح. المفهوم الخاطئ هو بمعنى ان يقطع الانسان كل شيء عن الحياه وبالتالي هو ينتظر ما عند الله عز وجل لا يرجون احد او لا يرجون احد منكم الا ربه يعني انا انتظر الله سبحانه وتعالى في الرزق ان ياتيني الله سبحانه وتعالى بالرزق في انشاء اسره زوجه او زوج ان ياتيني الله سبحانه وتعالى بذلك في عمل اريده ان ياتيني الله بذلك في حل مشكلة أن يحل الله سبحانه وتعالى مشكلتي، فيجلس الإنسان عاطلا عن كل شيء وهو يريد أن يطبق لا يرجون أحد منكم إلا ربه، وهذا التطبيق عمليا هو ليس تطبيقا صحيحا ولا يستند إلى أساس بل نجد بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام، النبي صلى الله عليه واله، الآيات القرآنية، كل هذه الأدبيات الإسلامية تؤكد على مفهوم آخر هو المفهوم الحقيقي للرجاء وهو ما سنتوقف عنده باذن الله بعد ان نشرح ما هي فوائد ان يرجو الانسان ربه. اذا تاملنا قليلا يمكن لنا ان نقول بان عدم رجاء الا الله عز وجل هو يفيد فائده تنظيميه للانسان بحيث انه يتعامل مع الاسباب في حياته، العمل الذي يقوم به في حياته تعامل الانسان الذي لا يحصر كل همه في هذه الاسباب، لان هذا واحد من المداخل التي يمكن ان يدخل من خلالها الشيطان للانسان فيدفعه الى ان ينحرف، لناخذ مثالا بسيطا في هذا المقام، واحد يريد عمل الان خصوصا في زمن ندره الاعمال يريد ان يقدم طلب الى وظيفه معينه الى عمل معين وبالنهايه هناك اجراءات يقوم بها من جمله ما يقع الانسان فيه عندما لا يكون رجاؤه خالصا لله عز وجل هو انه يحاول ان يبحث في الاسباب التي يقوم بها الناس من اجل ان يحصل على هذه الوظيفه كان يتملق لمن بيده الحل والربط كما يقال كان يرشو انسانا معينا لكي يقدم طلبه على طلبات اخرين ان يتزلف لانسان معين لسياسي لزعيم لانسان متنفذ لغني وما الى ذلك هو يريد حاجه معينه وبالتالي يحاول ان يبحث الانسان عن كل الاسباب التي ترتبط ب علاقته بالناس حقيقه هنا هو يرجو غير الله عز وجل الانسان قد يذبح الموضوع على قبله كما يقال بمعنى يشرع الامر يقول بالنهايه الله سبحانه وتعالى وضع الامور باسبابها وبالتالي انا اقوم بالاسباب الانسان يقوم بالاسباب بمعنى ان يقدم كل ما من شانه ان يفعله مما يرضى الله سبحانه وتعالى عنه اما ما لا يرضى الله عز وجل عنه فالإنسان عندئذ يكون في رجاء لغير الله عز وجل يكون في طاعة غير الله يكون في اتخاذ وسيلة غير الله عز وجل فإذا ما يجمع الـ الأسباب أو القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى للأشياء وأن لا يرجو الإنسان إلا ربه أن لا يتعلق الإنسان قلبه بحيث يعتبر بأن حياته وموته صحته ومرضه عمله وبطالته رزقه وعد وعدم رزقه بيد هذا الإنسان أو ذاك الإنسان أو بيد هذه الجهة أو تلك الجهة لأن هذا ما يدفع الإنسان عادة إلى أن يذل نفسه لهؤلاء أن يحصر اهتمامه بهؤلاء أن يتجاوز مبادئه وقيمه وقواعده حتى الشرعية لأجل هؤلاء وكثير من الناس ربما يحصل على وظيفة لكنه مع رجاء غير الله فيصبح هو شو بصير عنده الإنسان عادة بيقول لك فلان جميله فوق راسي طول العمر إذا طلب منه الإنسان شيء إضافي يقوم به يستحي أن, أن لا يجيبه إلى ما يريد وقد يطلب منه أشياء على الإنسان الذين الآن أصبح مصيرهم معلق بجهات سياسية أو داخلية أو خارجية نتيجة ماذا؟ والله يريد وظيفة له أو لولده وقام بالحديث مع ذلك السياسي والسياسي والله رفع الهاتف وتحدث مع الجهة الفلانية ووظفت له ولده مثلا. هذا السياسي عندما يطلب من هذا الانسان شيء هل يستطيع ان يقول له لا ابدا. إلى ولد الولد. حتى الولد يقوم بذلك. بالنتيجة يصبح الانسان من حيث انه بدأ يرجو غير الله عز وجل إذا هو تعلق مصيره فعلا بغير الله عز وجل، بينما انا اقوم بما علي اقدم طلب وارجو فعلا الله مخلصا اطلب من الله عز وجل واقول له بيدك الاسباب تريد هذا العمل ان تعطيني اياه بيدك، تريد ان تمنعني اياه انا راض كذلك. فعلا يتعلق الانسان قلبه بالله عز وجل. في بعض الاحاديث لا يؤمن احدكم حتى يكون بما في يد الله اوثق منه بما في يده بمعنى الحسابات اللي عند الله سبحانه وتعالى هي نثق بها اكثر من الحسابات التي في البنوك اذا عم نحكي عن اموال او باراده الاشخاص المتنفذين السياسيين او الاغنياء او ما الى ذلك انا بوثق بالرزق الذي سيعطيني اياه الله عز وجل من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب احتسب اكثر من ما انتظره من فلان وعلان. هذا يحتاج طبعا الى ايمان. هذا يحتاج الى تربيه علاقه مع الله عز وجل، هذا يحتاج الى بناء الثقه مع الله عز وجل، لا يرجون احد منكم الا ربه لان هذا هو الذي يحميني من ان اعلق مصيري واستعبد نفسي لاي انسان اخر في هذه الحياه. وهذا مثال بسيط وعلى ذلك نقيس وعلى ذلك نقيس بالعمل بالحياة الاجتماعية يريد الإنسان زوجة يريد زوج يطلب من الله عز وجل لكن يسعى بالأسباب وهذا هو الفارق بين الرجاء الصحيح والرجاء الخاطئ الرجاء الخاطئ يقول لك أعود بالمسجد صلي واطلب من الله سبحانه وتعالى وارجوه لا هذا مش توحيد لأن التوحيد هو أن نخضع لما أراد الله والله أرادنا أن نأخذ بالأسباب ولذلك في عنا رجاء صادق ورجاء كاذب كما ورد الاشاره في بعض الاحاديث، الرجاء الصادق هو الذي يكون عبر العمل، اقوم بما علي، كل شيء. بالجانب الصحي انا اخذ موعد عند الطبيب وبروح عند الطبيب وبساله. لكن انا ادعو الله وارجو الله سبحانه وتعالى ان يفتح على يديه، ان ينبهه الى بعض الامور، احيانا بتشوف واحد بروح عند طبيب ماهر جدا ولا ينتبه الى بعض القضايا. قد تخطئ يده اثناء عمليه جراحيه. لكن الانسان لما يرجو الله سبحانه وتعالى على الاقل يقبل بما قدر الله له بالنهايه وهو يفتح له من لطفه ما يشاء فاذا الرجاء الصادق هو الرجاء مع العمل، الرجاء الكاذب هو الرجاء الذي يعبر عن مجرد امنيات ولذلك سئل الامام الصادق عليه السلام عن قوم يعملون المعاصي يعني عم يعملوا عكس ما يريده الله عز وجل ويقولون نرجو فلا يزالون كذلك حتى ياتيهم الموت فقال هؤلاء قوم يترجحون في الاماني يعني بالامنيات بالاحلام كذبوا ليسوا براجين ان من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه فاذا الرجاء الصادق والرجاء مع العمل بروايه عن الامام علي عليه السلام يقول: لا تكن ممن يرجو الاخره بغير العمل ويرجي التوبه، يعني يؤجل التوبه بطول الامل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. بالنتيجه لا يعمل شيئا يحقق فعلا صدقه في رجائه لله عز وجل. ايضا عنه عليه السلام الامام علي يقول: كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو يعني بمعنى آخر أنه يتوقع الإنسان مع الله يرفع السقف مع الله سبحانه وتعالى نرفع السقف ما فينا مش والله نقيس ما نريده من الله على ما نريده من البشر فلان بيقدر هالآد لا مع الله ما في سقف كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو فإن المثال بيوضح المقصود بالعبارة فإن أخي فإن أخي هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول فإن أخي موسى بن عمران ذهب ليقتبس نارا فكلمه ربه عز وجل شوف السقف وين صار بما يريده الله سبحانه وتعالى إذا الفقرة الأولى أو الوصية الأولى لا يرجون أحد منكم إلا ربه الوصية الثانية ولا يخافن إلا ذنبه طبعا ليش الخوف من الذنب؟ طبعا اثار نريد ان نتحدث عن الاثار العمليه لذلك في حياتنا بما ينعكس على حياتنا الدنيا. في روايه عن النبي صلى الله عليه واله يحس يحذر فيها مما سماه سكر الخطيئه. بمعنى الانسان احيانا يستصغر بعض الذنوب. لكن يعت ويبدا شيئا فشيئا يعتاد على هذه الذنوب. فيسكر وبالتالي يفقد عندئذ عقله ورشده فيما يرتبط بهذه المعاصي وكثير من الناس بتلاقيها بلشت بنقطة كان يمكن لها أن تعود وتصحح لكن لما تحولت الخطيئة مهما كانت صغيرة إلى مسار حياة منلاقي أنه بدأت في شيء وانتهت في شيء آخر والناس بأبوابنا فينا نشوف تجارب كثيرة بالحياة يبلش الإنسان يجترئ مثلا في أن يمد ربما بطنه إلى أكل حرام فإذا به بعد ذلك يترك الصلاة ويترك التدين كلية ليش؟ لأنه مسار بالنهاية من يشتري على الصغير يشتري على الكبير بنهاية المطاف أيضا بالذنوب الإنسان عمليا يفتح له ملفات عند الآخرين إذا بنحكي اليوم بحياتنا في كثير من الناس ومن الجهات ومن الاجهزه ناطره بعض الناس ليغلطوا احيانا بكلمه بموقف ان تزل قدمهم بقرش حرام ليكون لهؤلاء ملفات عند هذه الجهات وهؤلاء الاشخاص حتى يصبحوا عند اذن قابلين للابتزاز من قبل هؤلاء وحصلت كثير من الناس يعني بداوا آه يمكن احيانا تلقوا دعم ما مالي من جهات ربما استكباريه وغير ذلك لاجل عمل خيري لاجل مساعده فقراء قبلوا ذلك فاستحيوا بعد ذلك ان لا يقبلوا غير ذلك واستحيوا بعدين من كثير من المواقف قديش نسبه من يفلح من هؤلاء هم الذين لا يسقطون باول عثره ولذلك في مسار للمعاصي بالحياه يبدا الانسان بشيء وينتهي بشيء اخر عندك علماء احيانا زلوا بقرش حرام بقرش رشوه بقرش حتى بعنوان خيري بعنوان خير قبلوه من جهات معينه وهم يعرفون بان هذه الجهات لها ما تريد بعد ذلك لهذا الامر له ما بعده وبالتالي المبدا هو ان يخاف الانسان من ذنوبه لانه اللي بخاف من ذنبه لا يقبل ان يرتشي. اللي بخاف من ذنبه لا يقبل ان ياخذ قرشا حرام. اللي بخاف من ذنبه يخاف من موقف سياسي يمكن ان يعطيه لهذه الجهه وتلك الجهه. اللي بخاف يخاف الا من ذنبه عندئذ لا يملك احد شيئا عليه لان كل شيء يمكن ان يفعله في الحياه اما في طاعه الله واما في معصيه الله. لانه الله اذا امرنا بامر فمعصيته ان نترك ذلك، نترك الواجب. واذا الله نهانا عن شيء فمعصيته ان نفعل ذلك والحياه كلها تدور بين هذين الامرين وبالتالي لما بيخاف الانسان ذنبه او لا يخاف الا ذنبه ما بيعود بعد بخاف من اي جهه معينه الا ان تمر من الباب الذي يرضي الله عز وجل واذا ما مرت من الباب الذي يرضي الله بحيث يكون ما تريده في طاعه الله لا يقبل ذلك لانه يخاف ان يذنب وبالتالي يكون حرا امام هذه الجهه او هذا الانسان او امام هذا الوضع المعين الذي يفرض عليه ربما تنازلات وما الى ذلك وبالتالي هذا الانسان لا يمكن له ان يبتلى بمدح ظالم لا يمكن له ان يضع يده في يد المفسدين والمنحرفين لا يمكن له ان يدخل مداخل السوء لا يمكن ان يتهاون في حتى في صغيره ولذلك بعض الروايات امام علي عليه السلام يقول ان الله اخفى سخطه في معصيته فلا يستصغرن أو لا تستصغرن شيئا من معصيته فربما وافق سخطه وأنت لا تعلم هون الإنسان بيكون حذر حتى في صغائر الأمور في حياته لأنها كما قلنا هذه لها مسار ولها ما بعده في نهاية المطاف في رواية جميلة عن الأئمة عليه السلام إمام علي عليه السلام يقول عجبت لاقوام يحتمون الطعام مخافه الاذى كيف لا يحتمون الذنوب مخافه النار وفي روايه اخرى جدوا واجتهدوا وان لم تعملوا فلا تعصوا يعني انت اعمل اذا ما بدك تعمل على الاقل لا تعصي الله عز وجل، ليش؟ بيقول فان من يبني ولا يهدم يرتفع بناؤه وان كان يسيرا، يعني واحد اخر شيء الا ما يطلع له عمل معين يعني هذا بيصلي الصلوات الخمس وبصوم شهر رمضان وخلص أما عمل زيادة ما بيعمل هل أدي الله بدك مني بكفي على الأقل هذا إذا لم يعصي فعمله إذا عم ينبني كل سنة سنتيمتر واحد فإذا من ينبني يعني يرتفع بناؤه لكن الذي يعمل قليلا ويهدم ويعصي فإن هذا يوشك أن لا يرتفع بناؤه كما ورد في الحديث وإن من يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع بناؤه هذه إذا الوصية الثانية لا يرجون أحد منكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه الوصية الثالثة والرابعة ندمجهما, ندمجهما معا لأنهما من باب واحد بيقول لا يستحين أحد منكم إذا كان لا يعلم الشيء إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وهي غالبا يقع فيها العلماء العام بيسألنا الواحد سؤال انسان عيب يعني انا يبين علي اني مش عارف حكم شرعي معين نسيت فيقول الحكم الشرعي هو كذا وقد يفتي بغير علم هنا يفتي بغير علم يعني اذا بيكون الله سبحانه وتعالى يريد ان يرحمه بيكون ما افتى به وافق الفتوى لكن بعض الناس لا يخالف لذلك ينقل عن السيد محسن الحكيم رحمه الله عليه مرجع من المراجع الكبار وتوفي في سنة سبعين يقال بعض الأحيان يجي واحد يسأله يقول له انزل اسأل البقال الفلاني اللي بجوارنا هو حافظ الرسالة العملية أكثر مني لأن الفقيه عندما يشتغل بال... بالاستدلال والاستنباط بالتالي قد تغيب عنه بعض المفردات نتيجة عدم احتكاكه بها بينما ذاك لا هو محتك فيها بشكل أساسي خصوصا إذا كانت تتصل بعمله مثلا فإله روح سأل فلان اللي هو ما له علاقة لا, لا, رجل دين وما إلى ذلك فإذا لا يستحين أحد منكم إذا كان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم اثنين لا يستحين أحدكم إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه وهي بتصير أحيانا يمكن واحد موقع الاجتماعي متميز موقع الديني متميز موقع السياسي متميز موقع الاقتصادي وبالنهاية الناس بتلجأ له والله ما بيعرف يمكن يشتغل على بعض البرامج اليوم بحاجة لها مثلا لعقد اجتماعات رقمية ما بيعرف يشتغل على بعض الأدوات الحديثة مثلا ما بيعرف يمكن كيف يدير بعض أموره كيف ينظم وقته قد يحتاج الانسان نتيجه تطور الحياه قد يحتاج الى ان يتعلم اشياء لم لم يسعفه لها لا عمره لا وقته ولا ايضا كانت موجوده في السابق كعلوم متوفره وما الى ذلك. بيجي الانسان بيقول لك لا انا بهدر كرامتي وروح اجي اقعد على مقاعد الدراسه. طبعا هذا الامر يعني مما يعني يجعل الانسان يتخلف ويرجع الى الوراء. بذكر سماحة السيد رضوان الله عليه بأواخر حياته كان يقول بدي إياكم تعلموني الكمبيوتر مع أنه مش بحاجة عمليا يمارس كل شيء أصبح يمارسه ويمكن مساعده لكن يريد أن يتعلم شيء واحدة من وصاياه كانت أنه شوف حاول أن تتعلم كل شيء مما تحتاج إليه يعني شؤونك اليومية مما تحتاجه بحسب مسؤولياتك بحسب حتى شغلك بالبيت حتى أمور البيت مثلاً مش كل ساعة منجيب مصلح معين إذا قادر بعض الأمور أنت تتعلمها تعلمها هذا إذا منقيس الموضوع على الجانب الفردي لكن تخيل أنه هذا الموضوع نرجع نأخذه على الدائرة الأوسع وهي دائرة مجتمعاتنا إذا كانت مجتمعاتنا تستحي أن تتعلم وبيضل الإنسان منا يمجد تاريخه كنا وكنا وكنا المسلمين نحن والله كنا ما قبل في الأندلس وكنا قبل كانت الغاء أوروبا في القرون الوسطى تقو مثلا اعتقاداتها كذا ومعارفها كذا ونحن كنا نحن مصدر إشعاع للعالم طيب شو عم نعمل نحن عم نحكي عن ألف سنة لورا أو ألفين سنة لورا طيب بينما أولئك عملوا انتقلوا من القرون الوسطى إلى وأخذوا كثير من العلوم الإسلامية مما كان لدى المسلمين طيب اليوم نحن بنيجي نتغنى بتاريخنا طيب شو عم نعمل الان؟ قد يكون واحد من الموانع التي تمنع الانسان او المجتمعات ان تتعلم هو انها تستحي والله كيف انا اللبناني الذي ينظر لإلي مثلا بين الدول العربيه مثلا كان ينظر له رقم واحد، شو بدي انا اجي اتعلم من جديد؟ بيلاقي حاله اذا شو ببقى انا اتغنى وبقدر سوق حالي بطريقه اليوم التسويق بيقدر الانسان يضخم حاله ويضخم صورته ويدعي ما ليس له لكن وين بنصير نحن كمجتمع بعد فترة من الزمن نتراجع نستحي أن نتعلم ونستحي أنه والله نحن ما بنعرف بهالموضوع واليوم عم بيصير بهذا الشيء بوسائل التواصل الاجتماعي عم بيصير معنا كذلك يعني هاي أصبح نوع من ثقافة عامة أنه والله واحد بينسأل سؤال لازم يجاوب واحد بين بي... واحد بيعرض موضوع مثلا معين سياسي او موضوع فكري او موضوع عقائدي او موضوع فقهي بده شويه على الاقل بعض ال... ربما الخبره او بعض الكفاءه العلميه واحد لازم يحط حاله بده يعلق بكل شيء نعم قد يسال الانسان يسال شيء ليتعلم شيء ولكن يدعي انه يعلم ويدخل ما هذا قد يصل الى مرحله ببين اخر شيء على الانسان انه لا يعرف شيئا وبالتالي لتقدم الإنسان تطور الشعوب تطور المجتمعات تطور الأمم يحتاج إلى هاتين الوصيتين أولا الإنسان لا يدعي ما ليس له على طريقة الشاعر اللي بيقول ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم يعني ضل يقول نحن هاي القصيدة آل فلان الفلاني آه من أهم القصائد في التاريخ معانيها من أرقى المعاني سبكها من احسن السبك وما الى ذلك، طيب واخر شيء شو؟ ما عم ننتج شعر، بطلنا ننتج شعر، بطلنا ننتج ادب، وبالتالي يتخلف المجتمع، الامر الثاني انسان لابد ان يتقدم خطوه الى الامام بحيث اذا لم يكن يعلم الشيء يتعلم، الغرب سبقنا بهذا الموضوع، ولذلك احيانا ببعض الجامعات بلاقي الواحد يمكن واحد عمره 80 سنه جاي فايت على اختصاص جديد واحد عمره ما ما يعني عنده دكتوراه بشيء معين، جاي والله داخل صف لانه عنده بحث بموضوع معين، وهذا البحث بيروح اسهل عليه يمكن يروح يشوف او يحضر محاضرات هذا البروفيسور المعين او الاستاذ اللي هو اقل منه سنا. شاب بتلاقي واحد تلميذه بيجي استاذ ممكن يحضر عند تلميذه بينما نحن الان لا. خصوصا بال الديني انه هلا بيجي واحد مننا مثلا واحد زميله كان معه بالدراسه ولديه تخصص ببعض القضايا اللي بحس الانسان انه مو بحاجه لها انه الا يستحي الواحد منا ان ياتي ويحضر عند فلان اللي هو كان زميله فضلا عن انه شو يحضر عند واحد اقل منه او كان بمقام تلاميذه نحن بنستحي اصلا انه نحضر عند اساتذتنا من جديد ليش نحن خلص بنقول وصلنا الى مرحله بنلاقي حالنا انه لا لا يمكن لنا ان نحضر هذا يعني اننا سنحضر مع من نعلمهم ومع من هم في مستوى تلاميذنا في نفس الصف بيعملوا لنا امتحانات هذا الامر فعلا هو اساس تخلفنا الفردي واساس تخلفنا الاجتماعي هذه وصايا اساسيه إضافة إلى الصبر الذي قلنا نتحدث عنه بشكل مستقل هذه خمس وصايا الإمام علي عليه السلام يقول لو ضربتم اليها اباط الابل لكانت لذلك اهلا في كثير من الناس اليوم بتروح بتحضر دورات للتنميه البشريه وما الى ذلك بتسافر بتروح بتحضر عند اهم ناس في هذه الدو في هذا المجال او ذاك المجال بيقول لي علي لو سافرتم لاجل هذه الخصائص لكانت لذلك اهلا الاول هو له بعد عقائدي ايماني ان لا يرجو الانسان الا ربه اثنين له علاقه ببعد عملي سلوكي ان لا يخاف الانسان الا ذنبه وثلاثه واربعه ان لا يستحي الانسان من ان يقول لا اعلم ويعترف لنفسه بنقائصها وان لا يستنكف ويستحي ان يتعلم اذا كان لا يعلم الشيء بذلك يتقدم فرديا ويتقدم اجتماعيا وعلى كل المستويات والحمد لله رب العالمين